مع اندلاع الأزمة في غزة، كان تكرار الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين هو السائد في خطابات المسؤولين المصريين. لم تخلو مناسبة للرئيس المصري إلا وكرر فيها رفض بلاده القاطع للتهجير، ووصل الأمر إلى حد التلميح بأن الأمن القومي المصري مهدد وأن مصر لن تتهاون في الدفاع عنها. أرسلت مصر أيضا إشارات واضحة باستعدادها للسيناريوهات المحتملة بما فيها السيناريو العسكري للدفاع عن أمنها القومي. كان واضحا أن الإدارة المصرية تتعرض لضغوط قوية من دول كبرى لتمرير مخطط التهجير وإخلاء قطاع غزة من سكانه، وكانت كثير من الأحداث تدور في الكواليس ولا تظهر في الإعلام. تقارير نشرت في الصحف الإسرائيلية كشفت بعض خفايا ما كان يجري في الأيام الماضية وأدى إلى غضب مصر. تتحدث صحيفة هارتس الإسرائيلية عن أن القادة في إسرائيل باتوا مدركين أن مصر لن تكون الدولة التي تساعد على خلق نكبة جديدة أو القضاء على القضية الفلسطينية في ظل حرب مستعرة في القطاع. وتؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة عرضت على مصر منذ اندلاع الأزمة مكافأة مالية كبيرة مقابل استقبال اللاجئين، وأنها عرضت إسقاط بعض ديونها أو زيادة مساعداتها العسكرية مقابل القبول بالصفقة. لكن تكرار الرئيس السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من القطاع كان ردا ضمنيا على تلك الصفقة ورفضا قاطعا لما عرضته واشنطن. تلفت الصحف الإسرائيلية أيضا لمسألة خطيرة، أن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات للقطاع كان إحدى وسائل تنفيذ مخطط التهجير، فإسرائيل تصر على تفتيش الشاحنات التي تدخل لمسافات طويلة إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية بعد عبورها من معبر رفح، ما يتسبب في عدم تمكين جميع الشاحنات التي جرى الاتفاق عليها من دخول غزة بعد عبورها من الحدود المصرية، بالتالي تزيد من بطء عمليات تدفق المساعدات للقطاع لإجبار أهله على الاستمرار في النزوح باتجاه الحدود المصرية. تقول الصحف الإسرائيلية أيضا إن جميع الاتصالات مقطوعة بين الرئاسة المصرية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وإن التواصل يقتصر الآن على الأجهزة الأمنية في الجانبين في إطار الوساطة المصرية للتهدئة وتبادل الأسرى. تدرك مصر أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط التهجير بحرمان أهل القطاع من المساعدات ودفعهم للنزوح جنوبا باتجاه الحدود مع مصر، وتؤكد الصحف الإسرائيلية أن هذا السلوك قد يدفع القاهرة لإدخال المساعدات للقطاع بشكل مستقل ودون المرور بنقاط التفتيش الإسرائيلية، ما سيصعد التوتر إلى ذروته. وتقول الصحف الإسرائيلية إن إسرائيل لن تجرؤ على قصف قوافل المساعدات في حال قررت مصر إدخالها بنفسها إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل، وإنه إذا استمرت إسرائيل في عرقلة المساعدات ستقوم مصر بالتصرف بشكل منفرد. التوتر بين مصر وإسرائيل أكده التصاعد في حدة الخطاب الصادر من القاهرة، فالإدارة المصرية غيرت من لهجتها حتى وصلت إلى التهديد بأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر هو خط أحمر، لتؤكد لإسرائيل وغيرها أن كل السيناريوهات أصبحت مطروحة على الطاولة. مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به.